السلام عليكم، لما فيديو جديد على القناة. تنحضر معكم انا محنشات بالحشوة رائعة اللي كيجيو يعني طريقة سهلة والنتيجة كتجي رائعة، كيجيو لذاذ ومقرمشين ومورخين بطبيعة الحال. هنايا بالنسبة للدقيق عندي 500 غرام ديال الدقيق الابيض، ملعقة ديال الملح وملعقة سكر سنيدة. حبيبات هنايا غادي نخلط العجين مزيان، غندلك بالماء عادي غير من الصنبور عادي، غنبقى ندلك مزيان حتى غادي نحصل على واحد العجين مدلوكه مزيانه وما خفيفه ما ثقيله. انتم غتشوفوا كيفاش كتكون، يعني ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش خفيفه بزاف. صافي كنبقى ندلك فيها حتى كنكمل، كنخليها ترتاح من ساعه ساعتين. هاد العجينه تكون مرتاحه تكون النتيجه ديالها رائعه، كتبغي الراحه. هاد العجينه كما كتعرفوا ما فيها لا خميره لا والو، يعني كتبغي الراحه ما امكن. من بعد ان شاء الله عاد كنرجعوا نخدموا بها من بعد ما كنوجدوا الحشو. هنا بعد ما دلكت العجينه مزيان ودابا غنخليها ترتاح، غطيتها ببلاستيك غذائي وغنغطيها بشي منديل وغنخليها ترتاح على خاطرها ونرجع معكم في الحشو ان شاء الله. انا بالنسبه للحشو اللي غادي ندير، ناخذ بصله كبيره وغنقطع اطراف صغار وغادي نديرها مع شويه زيت الزيتون كتشحر مع شويه المليحه. نخلي هاد البصله تنزل مزيان حتى تبقى تولي مذهبه، عاد نضيف عليها المقادير الاخرى. انا بعد ما تشحرات البصله ودبلات مزيان دابا غنزيد عليها الكفته وغادي نشحر الكفته مزيان مع اضافه العطريه اللي غادي نحتاج هي معلقه كبيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الخرقوم، نص معلقه ديال البزار وراس المعلقه، نص معلقه ديال الكمون ونص معلقه ديال السكنجبير. انا بالنسبه كناخذ المعاسه ديال البطاطا، كنمعس ديك الكفته مزيان مع البصله هنا باش كنخليوش ديك الكرات ديال الكفته اللي كيجيونا يعني في العضه ما تيجيوناش زوينين فاش كيكون هكا في معمرين شي حاجه شي حشوه باي حشوه. كني الكفته ما خصهاش تجي مكوره هكا، كنبسطوها مزيان. هنا تقدروا تضيفوا شويه الماء ولكن غياخذ لكم الوقت هنا باش نشف لكم الحشوه، لهذا حنا غنتفاداو نضيفوا الماء. هذا غنديروا غير المعاسه ديال البطاطا اللي غادي تقوم بالدور، وغادي نضيفوا عليها الخضره اللي هنا. الخضره اللي غادي ندير بالنسبه للخضره اللي غادي ندير، غندير خيزو اللي محكوك. هنا كتبقى كميه الخضار والكفته على حسب العجينه اللي درتو على حسب العائله وهذا. المهم انا نص كيلو درت فيها جوج خيزويات، درت قرعه واحده كبيره وقطعتهم حكيتهم في الحكاكه، درت شويه ديال الفلفله مقطعه رقيقه خضراء وشويه ديال الفلفله حمراء تاهي مقطعه رقيقه وشويه ديال الفلفله صفراء مقطعه رقيقه. هنا كتبقى على حسب اللي عندكم موجود. صافي هادو هما اللي كنضيف وغادي نخلطهم مزيان مع الكفته. هنايا الحشو كيجي رائع، هذا كما قلت لكم كيجي لذيذ بزاف وتعمروا به جميع يعني اي فطائر عندكم ولا كتعمر ديروها. هنا كنضيف شويه ديال الملحه على الخضر، علاش؟ لان درت في الملحه درت غير قياس بالنسبه للكفته والبصله، درت غير القياس باش كل فيما نضيف شي اضافه ندير عليها الملحه باش كيجيني واحد الطبق متساوي بالنسبه للملحه. وهادشي اللي كاين هنا كما كتشوفوا كنخلط الخضره باش غتنسجم مزيان ونخليها ديال تتنزل مزيان، وعاد غادي نضيف عليها. هنا بالنسبه غنضيف واحد الاضافه اللي غادي نضيف هي نص معلقه ديال الهريسه، وغادي تعطي واحد المذاق رائع بالنسبه للحشو. وغادي نخلي الخضره تنزل مزيان، وفي الاخير باقي واحد المكون اخر. هذا الزيت اللي عندي مقطعه تاع قرص هو غنضيفه، الزيت الاخضر كيعطي واحد المذاق زوين في لي فاس، كيعطي واحد المذاق رائع. قطعوه شويه رقيق باش ما يجيش في العضه يبان كبير، لان خصنا حنا غير اللذه اكثر ما احنا نعضوا الحاجه، يعني لي فاس تجينا اللذه تجينا واضحه. صافي هنا غادي نخليه حتى تنزل الخضر مزيان ونرجع معكم ان شاء الله في التوراق ديال المحنشه ديالنا. فيها بحال هكا كنمعسها مزيان، علاش؟ باش ملي نديروها في المحنشات ما تجيناش يعني غليظه بزاف، كابش غير بالنسبه للخضره ديال القرعه وكما قلت لكم وخيزو راه هما محكوكين، ولكن الفلفله باش تسمعها شويه ما تبقاش هكاك يعني واقفه، باش ما تقطعش لينا المحنشه ملي نجيو نلويوها ما تجينا صعيبه. هادشي اللي كاين بس هذا هو الغرض. المهم انا دابا هنا نبقى نعس فيها نعشت هكا فيها مزيان وتنشف ليا بطبيعه الحال. انا كنحرك وهي راه كتنشف، ها انتما كتشوفوها البنات، وباش ديك الفلفله تخرج الماء اللي فيها وتمس
ونرجع معكم ان شاء الله. مزيان نحيد لها بلاستيك غذائي. هنا من بعد ما كورت العجينه هنايا كورات مسقادين، هنايا دهنتهم شويه بالزيت. هنا غادي نخلي العجينه ديالي ترتاح ديال الحنشات ونرجع معكم ان شاء الله. كما كتشوفوا هنايا عندي هذه العجينه هذه ديال الطاكوس، راه فايت قدمته لكم في القناه. ما بغيتش نعاود نصورها، الطاكوس راه كيجي رائع اللي كنت درت معكم. المهم ان شاء الله غادي نخلي العجينه ترتاح ونرجع معكم ان شاء الله. هنا عندي الفرشوا، عندي هنايا شويه ديال الفرماج، الفرماج انا كناخذ كره العجين وكنبدا نورق فيها مزيان كما كتشوفوا، غير بزيت المائده، ما كنديرش الزبده هنا، غير زيت المائده اللي كنورق به. كما كتشوفوا حتى كيولي يبان لينا ما كان العمل، وعاد كندهنوا بشويه ديال الزبده من الفوق. انتم كتشوفوا الزبده ديبا من الفوق، وعاد كنحطوا الحشو على شكل يعني طولي بحال هكا باش كتجينا المحنشات على شكل يعني كتجينا على شكل محنشات. كندور وكندير الفرماج من فوق الحشو كما كتشوفوا، وكندور هنايا على الحشوه ديالي غير رقيقه، كنقاد الجوانب باش يجيونيش خاويين، يعني تجيني المحنشه كلها عامره بالحشو، ماشي ندور نلقى الوسط ما فيه حتى شي، ما فيهش كاع الحشو. كنبقى ندور هنا وكنلوي الجوانب كما كتشوفوا، كندير الجوانب بحال هكا باش ما كتخرجش ليا ديك الحشوه، وكنلوي بحال الطريقه هذه، وعاد كنسد عليها من جوانب مقياد العجين صافي. وكنبقى ندور على هاد الطريقه هذه، وكندير من تحت ديك اخر العجين وكنحطها في اللاطا باش تترتاح شويه، وكندوز العجينه الاخرى بالطريقه هذه. وهنايا كنحاولوا كنمسحوا مكان العمل باش ما كتكونش عندنا شي حاجه ديال الحشو وكتقطع لنا العجينه. هنايا كنورق بالطريقه هذه، العجين كتعطي يعني الضعف التوراق ديالها، نتوما شفتوا كما كتجبدوها كتجبد معكم. كل مره قطعتوا هذا العجين كان احسن، كيجي ديك المحنشات كيجيو مورقين رائعين البنات. تيكون هذا العجين كتجي غزاله. تبعوا الطريقه. هنا كندهن بالزبده غير من الفوق، بطريقه متساويه. هنايا كندير الطول ديالو كيكون متساوي، ومن بعد كندير الفرماج من الفوق، الفرماج المبشور. وهنا فاش كيوجدوا كيجيو على هاد الطريقه هذه، كيخليهم يرتاحوا واحد شويه، كندقوا عليهم واحد شويه من الفوق، كندخلوهم الفرن صافي. كندهنوا شويه من الزبده من الفوق البنات دايبه، كندخلوهم الفرن. وها هما من بعد ما كيوجدوا كيجيو على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا البنات، باينين غير من الشوفه ديالهم مورقين رائعين هشاشين، وكتجي الحشو غزاله لذيذه البنات. نتمنى تجربوهم ويعجبوكم. هما مقرمشين دابا راه باقيين سخانين، ها نتوما البنات كيجيو من داخل كتجيو فنين. بالنسبه لهنايا اللاطه الثانيه دهنتها بصفار البيض، كما كتشوفوا اللون كيجي بحال هكا ديالهم. بغيتو تخليوها بلا صفار البيض ماشي مشكل، المهم هو المذاق والقرمشه اللي في هاد المحنشات كيجيو رائع. نتمنى يعجبكم فيديو اليوم وديروا لايك واشتراك اللي مازال ما شافكم القناه، والى اللقاء.